صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في الحديث الخامس من باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحديث في أعلى درجات الصحة، وظاهر الحديث مشكل. الحديث يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني إيمانا بثوابه، واحتسابا يعني احتساب أجره عند ربه. طيب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعيد من هون، إذا كان واحد سرق ثم صام رمضان، هل تغفر له السرقة؟ الحديث يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه السرقة ذنب. لو واحد معتدي على حق أخته في الميراث، أخذ من أخته شي 200 مليون ليرة سوري، حصته في الميراث، إذا صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر الحديث يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهر الحديث كمان معناته مسامح. واحد آكل على واحد بيت مستأجره منه بستمائة ليرة سوري من 30 أو 40 سنة، ولهلا عم يعطيه 600 ليرة سوري، يعني إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر الحديث مشكل، لأن هناك أحاديث أخرى تقول: أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث يقول الله بيغفر له، ذاك الحديث عم بيقول الله بده يطرحه في النار إذا كان في حقوق لهؤلاء العباد عنده. العلماء قالوا: هذا الحديث مقيد، غفر له ما تقدم من ذنبه. الأصل ظاهر الحديث بأن الذنوب عامة، لكن قالوا: لا، هذا الحديث مقيد بأحاديث أخر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالعلماء قالوا: الكبائر وحقوق العباد لا يكفرها الصيام، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الصغائر في غير حقوق العباد. أما حقوق العباد فلا بد من أن تعيدها إليهم أو أن يسامحوك. حقوق العباد لا بد أن تردها إليهم أو أن يسامحوك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين، صعد المنبر قال: أيها الناس، من كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي،
ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي. وصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أنه الناس واحد يقول له يا رسول الله أنا إلي معك مبلغ فلاني، ثم قال لهم ولا أرى أن هذا يغني عنكم وسأعود إلى مقالتي. بضحى برجع عشان إذا واحد يتذكر بيناتكم. باليوم الثاني رد قال لهم أيها الناس من كنت شتمت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي. قام رجل قال يا رسول الله لي معك 10 دراهم. قال أعطيه يا عباس، أعطيه 10 دراهم. فحقوق العباد يا أخوان بدها ترجع، أما صوم رمضان لا يكفر حقوق العباد، لابد أن تعيد الحق إلى صاحبه أو أن يسامحك صاحب الحق. هذه واحد. الأمر الثاني، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. بعيد من هون واحد يقع بفاحشة الزنا، هل يكفرها الصيام؟ لا، بده يتوب توبة خاصة من الزنا، يعني بمعنى أنه يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا. بعيد من هون بمد إيده إلى سرقة، بده يقلع عن الذنب ويعيد الحق إلى أصحابه ويعزم على أن لا يعود أبدا إلى الذنب، هناك يتوب الله تعالى عليه. أما من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الصغائر في غير حقوق العباد. ومثلها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنه في الصغائر في غير حقوق العباد. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، متفق عليه. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، قيل هذا فتح حقيقي، وغلقت أبواب النيران هذا إغلاق حقيقي، صفدت الشياطين هذا تصفيد حقيقي. وقيل بأن هذه الثلاثة للمجاز، فتحت أبواب الجنة بمعنى أن السرعة إلى الأعمال الخيرة التي توجب الجنة باتت مهيئة، يعني أنت تجد في نفسك سبحان الله في نهار رمضان هيك إقبالا على الأعمال التي تدخلك الجنة، من صلاة، من صوم، من نوافل، من صدقات، تجد في نفسك هيك همة لتصلي الفجر في الجماعة وتصلي العشاء في الجماعة. فتحت أبواب الجنة قال هذه للمجاز، يعني بمعنى أنك صرت مهيئا، هيأ الله تعالى لك الجو لتقبل على الله إقبالا يدخلك إلى الجنة. ومنعت الأعمال التي تدخل النار. بس هلأ بعيد منهم، مع أنه ممنوعة بس واحد راح بهذا الاتجاه معناتها عنده من الشر والله به عليم. وصفدت الشياطين كمان بمعنى أن الله عز وجل يهيئ لك الجو العام لتقبل عليه. هلأ إذا أنت سعيت وأقبلت على الله فقد استفدت من هذه الفرصة، وإذا واحد ما استفاد من هذه الفرصة يكون قد ضيع يعني ثمرة كبيرة أو فائدة كبيرة كان الله تعالى قد أعطاه إياها. تفضل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. صوموا لرؤيته، المراد هلال الشهر، سواء هلال شهر شعب رمضان أو هلال شهر شوال، لأنه أفطروا لرؤيته. العلماء قالوا هذا الخطاب لمن؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما جمهور العلماء قالوا للمسلمين، يعني أيها المسلمون صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال. لذلك قالوا إذا رأى مسلم واحد الهلال صام الناس كلهم أو أفطر الناس كلهم، لأن الخطاب أيها المسلمون. أما الإمام الشافعي قال لا، هذا الخطاب لأهل المدينة المنورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عم يخاطب أهل المدينة، يعني يا أهل المدينة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
وينبني على هذا الخلاف أن الإمام الشافعي يقول باختلاف المطالع، بحيث إذا أهل المدينة المنورة رأوا الهلال صاموا، أما أهل الشام إذا ما رأوا الهلال في نفس اليوم لا يصومون. جمهور العلماء يقولون لا، إذا رآه أهل المدينة خلاص صام أهل الشام وصام أهل مصر وصام أهل العراق، كلهم يصومون، لأن الحديث أيها المسلمون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الإمام الشافعي يقول لا، يا أهل المدينة صوموا لرؤيته. لذلك قال كل بلد له مطلع، بحيث ممكن أن يصوم بعض الناس ولا يصوم بعض الناس. طبعا المقاصد الكبرى للشريعة تحب الجماعة، تحب المذهب الذي يقول بأنه أيها المسلمون كلكم صوموا، لكن الحقيقة يبقى مذهب الإمام الشافعي حلا لحالة يقع فيها بعض الناس. يعني الآن في هذا العام صامت بلاد وأفطر بلد في وسطها، هل الذين صاموا من هؤلاء الناس يعني هم ارتكبوا حراما؟ جواب لا، عند الإمام الشافعي صومهم صحيح ونحن متعبدون بالرؤية. طيب، هل تصح الدراسة الفلكية؟ يعني الدراسة الفلكية تقول بأن الهلال سيلد بيوم كذا، وهذه الدراسات الفلكية مضبوطة، يعطونك لمئة سنة للأمام متى سيظهر هلال كل شهر. هل تغني هذه الدراسات الفلكية عن الرؤية العينية؟ الجواب لا، يستأنس بهذه الدراسات، يعني يستفاد منها بأن اليوم سيظهر الهلال بهذا المكان وفي هذه الساعة، فنحن نخرج وننظر إليه. لماذا؟ لماذا الرؤية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عم بيحاكي إنسان عايش بعام 2022 للميلاد في بلاد فيها تقدم في مسائل الفلك، هو يحاكي المسلمين في كل العالم. في مسلمون بسطاء موجودون في بقاع هذه الأرض، منتشرون في الماضي والآن كمان. فلذلك العبادة مقترنة بشيء ممكن الذي هو الرؤية العينية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. شو معنى غبي عليكم؟ في رواية ثانية رواية مسلم فإن غم عليكم، وهذا واحد من فوائد جمع الروايات. الأحاديث النبوية الشريفة أحيانا نفس الحديث يأتي بروايتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فالعلماء يذهبون ويجمعون هذه الروايات. ما فوائد جمع الروايات؟ واحدة منها شرح الكلمات الصعبة. فالرواية الأولى تقول فإن غبي عليكم، الثانية تقول فإن غم عليكم، يعني كان الجو كله غيم وأنتم لا ترون شيئا، قال فصوموا 30 يوما، وهذا معناه فأكملوا عدة شعبان 30، يعني كملوا، لأن الأشهر الهجرية لا تكون إلا 30 أو 29، فأتموا شعبان 30 ثم ابدأوا صيام شهر رمضان. والله أعلم، تفضل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. ما شاء الله. ترجم الإمام النووي قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الجود هو كثرة العطاء، وقيل الجود هو العطاء قبل السؤال حتى لا يوقع الآخذ في حرج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. مرة واحدة من الصحابيات أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شملة، شملة قطع قماشة منسوج أطرافها ويبدو نوع قماش جيد والنسيج جميل، فأهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شملة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متزرا بها وهو محتاج إليها، يعني إجت بوقتها الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم وضعها إزار وخرج، جلس إلى أصحابه، فرآه واحد من الصحابة
قال يا رسول الله اكسنيها، عجبته هيك القماشه. بس هلا النبي صلى الله عليه وسلم لابسها اول لبسه. قال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم. قال فجلس الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل الى منزله فطواها واتزر بغيرها وخرج وقال اين السائل؟ مين اللي بده اياها؟ تفضل. فقلنا له والله ما احسنت، ليش هيك قلت له للنبي صلى الله عليه وسلم اكسنيها؟ والله ما احسنت، اما علمت انه لا يرد سائلا؟ هلا بيستحي منك وبيعطيك. قال والله ما طلبتها لالبسها، ولكن طلبتها لتكون كفني، بدي اتكفن فيه انا. هذه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث فكانت كفنه. بس الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هلا لابس العبايه؟ قال له تفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. لما فتحت مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الناس، حتى يتألف قلوب المشركين، يريد أن يعني يدخلهم في الإسلام. فصفوان ابن أمية ما زال يعني إسلامه جديد أو أنه يعني بين بين، فكان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته غنائم هوازن حنين، فنظر إلى واد من الإبل فأعجبه. قال أعجبك يا صفوان؟ قال نعم يا رسول الله. قال هو لك. فجعل صفوان يقول والله لا تجود بهذا إلا نفس نبي. شو وادي جمال؟ الجمل يا أخوان اليوم 10 مليون 20 مليون، وادي جمال يعني إذا في بقلبه شي 100 جمل ضربهم ب10 مليون يطلعوا لهم مليار ليرة. يلا خذهم. قال له عجبوك هذول مليار ليرة؟ قال له إيه والله. قال له يلا توكل على الله خذهم. وكان صفوان يقول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. مرة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فقال للسيدة عائشة جهزيها. خرج النبي إلى شأنه، لما عاد قال يا عائشة ما فعلت الشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها، صدقت لك فيها كلها إلا الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا الكتف. الله يعطيك العافية. تصور ولا شيء، واحد جايب لنا مرته خروف شيء 15 كيلو لحمة وقال لنا جهزي لنا هيك شيء طبخة لحمة ظريفة، يروح الصبح يرجع الساعة 3 إلا شو أخبار اللحمة؟ إلا والله صدقت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قالت عائشة له. الله يعطيك العافية، بقيت كلها إلا الكتف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأله السائل فلا يجد عنده ما يعطيه فيقول له ابتع علي، روح جيب الغرض اللي بدك اياه وقل لهم محمد صلى الله عليه وسلم هو بيدفع لكم المصاري. ومرة بيحكي سيدنا أبو هريرة قصة رضي الله تعالى عنه، قال أصابني الجوع. أبو هريرة كان من أهل الصفة، وهؤلاء أهل الصفة أضياف الإسلام، ناس فقراء كانوا لهم تكة سدة صغيرة موجودة بآخر المسجد ينامون فيها ويجلسون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان تأتيه صدقات يبعث لهم إياها لأهل الصفة يأكلوا منها، ومرات تأتيه هدايا فيأكل منها شيئا وكمان يبعثها لأهل الصفة. فأبو هريرة واحد من أهل الصفة، قال أصابني الجوع الكثير فخرجت أعترض الناس، فلقيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أريد أن أسألك عن آية. يقول أبو هريرة والله ما أريد السؤال، ولكن أريد أن يعني يستتبعني اللي تعال قول عندي. قال فسألته فأجابني ثم مضى. ثم لقيت عمر فقلت يا عمر أريد أسألك عن آية كمان. يقول والله لا بدي أسأل ولا بدي يجاوبني، بس بدي بركي بيقول لي تعال قول عندي. قال فسألته فأجابني ومضى. ثم لقيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،
قال فلما نظر إلي قال لي يا أبا هر الحق، فورا عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلحقته فدخل البيت فقال هل عندكم شيء؟ فقالوا عندنا لبن حليب يعني، قال وعاء حليب. فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال ادعوا لي أهل الصفة، هدون أهل الصفة بيطلعوا لهم 300 واحد أو أكثر أو أقل، روح نادي لهم كلهم. قال فقلت في نفسي وما يكفي هذا اللبن لأهل الصفة وأنا أريد أن أشرب منه، ولم يكن يعني من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فجاء أهل الصفة فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر اسقهم اللبن، فجعل القوم يشربون اللبن حتى شرب أول مجموعة وثاني مجموعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هر من بقي؟ قال يا رسول الله بقيت أنت وبقيت أنا. قال فحمل الإناء ثم نظر إلي فقال يا أبا هر اقعد، فقعدت. قال اشرب. قال فشربت. قال ثم قال لي اشرب فشربت. ثم قال لي اشرب، قلت يا رسول الله والله لا أجد له مساغا حيطلع من عيوني الحليبات. قال ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، هكذا يعطي عطاء كثيرا. مرة قال للناس قال والله ما يكون عندي من خير فلن أدخره عليكم صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وإذا كان رمضان ازداد جوده صلى الله عليه وسلم. قال حين يلقاه جبريل، طبعا إذا واحد قاعد مع الملائكة، أنتم بتعرفوا يا أخوان لو واحد مثلا إذا قاعد مع ناس بيضحكوا هيك يعني، بيضحكوا نكتية، هو لو مهموم وقاعد هيك جاي لعندهم ومهموم، بس بيطلع يعني هيك بيقول لك يا أخي والله يعني نسيت همي معه ضحكوني، كله بيضحكوا لأنه. وإذا قاعد مع ناس أكيلة مثلا، هو بالأصل ما بيأكل كتير، بس على قد ما بشوفهم البركة درسهم طيب بتلاقي بصير بيأكل مثل ما بيأكلوا معه. وإذا قاعد مع ناس نعسانين عم يتاوبوا بشو ما بتلاقي، غير مع أنه لو بيكون هلأ فايق يعني بس تلاقي بينعس بينعسوا. طيب هلأ إذا واحد قعد مع الملائكة شو بصير؟ إذا قعد مع سيدنا جبريل عليه السلام شو بصير؟ قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. طبعا مجالسة الملائكة، صحبة الملائكة تعطيك حالة روحية، حالة إيمانية عالية. بصير متاع الدنيا هذا الطعام والشراب واللباس والمال يعني أنت لا تراه أصلا، تراه مقربا إلى الله عز وجل. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شو الريح المرسلة؟ الريح خيرها يعم البلد، لما بتجي ريح هيك تنتشر بكل البلد، والريح سريعة تأتي بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصير خيره يعم وبسرعة يعطي هؤلاء الناس. الحديث متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة مدعاة لكل واحد فينا أن يكون من أهل الجود، أن يكون من أهل الكرام، وإذا كان رمضان أن يعني يبذل أكثر، سواء من صدقاته أو من زكاته أو من معونة الناس. وأنتم يعني عندكم خبرة، الواحد منكم خبير، بأنك ما تنفق من شيء إلا ورب العالمين يعوض عليك. وابدأ بالأقرب فالأقرب، ابدأ بأمك وأبيك وأختك وأخيك وزوجك وولدك، ثم هكذا الأقرب فالأقرب. فإذا كنت من أهل الجود من أهل الكرم فإن الله عز وجل سيعوض عليك وسيجود عليك بما جدت على العباد وأكثر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اشفع لنا يا حبيبا لله.